بحثا عن اكتشاف المسارات الجبلية في محافظة مسندم. استضافت جبال مسندم مجموعة من محبي وهواة رياضة المشي الجبلي من مختلف الفرق الباحثين عن تجربة المغامرات الجبلية وللقيام بمسير جبلي بين طبيعة مسندم الجبلية والفريدة من نوعها. نظمنا هذه الفعالية بمناسبة يوم الجبال العالمي بتجميع الفرق المتواجدة في سلطنة عمان لإبراز وإشهار المنطقة سياحيا، وبنفس الوقت أن خصصنا مسار جبلي في هذه الفعالية رياضي وسياحي بنفس الوقت تقريبا، حيث قام فريق هايكينج مسندم مسبقا بإنشاء 7 مسارات بالتعاون طبعا مع وزارة السياحة، وتم الانتهاء منها تقريبا في 2022 تقريبا 7 مسارات بالمجمل كلها. مشاركين متواجدين إن شاء الله اليوم في محافظة مسندم للمشاركة، والهدف من هذه المشاركة طبعا اليوم العالمي للجبال، وكذلك بداية شتاء مسندم. تتميز محافظة مسندم ومسارات محافظة مسندم طبعا بمناظرها الخلابة والمميزة اللي هي دائما الجبل والبحر، حيث يعتبر هذا المسير فرصة لاستغلال أوقات الفراغ بعمل إيجابي يعود لصحة الفرد ويبرز ما في محافظة مسندم من مقومات أثرية وسياحية وبيئية تترجم التجانس بين الطبيعة والتعرف على مفردات الطبيعة البكر في محافظة مسندم. هذه المسارات تساعد في إبراز مقومات المحافظة، خصوصا محافظة مسندم تعد من المحافظات المهمة في السلطنة التي تتميز بتضاريس مهمة، منها خور شم وكذلك كثير من الجزر، من أشهر المحافظات التي تتميز بالجبال. أيضا هذه المسارات تساعد بشكل كبير جدا نشر ثقافة المسارات، خصوصا يكون هناك مجتمع صحي دائما ما يقوم بمثل هذه الرياضات الجبلية. أنا محمد رحال صغير، أصغر رحال يعتبر في عمان، واللي يميز في محافظة مسندم المسارات الجبلية الكبيرة وشاطئها اللي هو البحر، والمكان جميل والبحر جميل وكل أماكن جميلة في محافظة مسندم. وتعد رياضة المشي الجبلي أو ما تعرف بالهايكينج من الرياضات الممتعة والمشوقة، فهي رياضة مليئة بالمغامرات والتحديات وحب الاستكشاف، وتتميز محافظة مسندم بتنوع جغرافي وتضاريسي يجعلها محط أنظار الكثير من محبي هذه الرياضات. تستمر فعاليات الشتاء مسندم بتنفيذ برامجها وأنشطتها المتنوعة، وهذه المرة تأتي لاكتشاف مسارات مسندم الجبلية والاستمتاع بمناظرها الطبيعية. من ولاية خصب، عبد الرحمن بن علي الظهوري، محافظة مسندم.